أهلا بكم أيها الرائعون. دائما مع تمارين قانون الجذب، وهذه المرة واحد من أروع التمارين الخاصة بالوفرة المالية وجذب المال. عزيزي المستمع، لقد تحدثنا عدة مرات وقلنا أن كل شيء بإذن الله، لكن أنت تقوم فقط بالأسباب من خلال عقلك الباطن. والمعلوم كما قلنا دائما أنك تجذب ما تشعر به في دواخلك. طبعا أفكارك تتحول إلى معتقدات، وهذه المعتقدات تتحول إلى مشاعر. عندما تتوافق المشاعر مع الأهداف، فإن مسألة تجليها تبقى فقط مسألة وقت ليس إلا. لذلك لطالما قلت كل شيء يتم بإذن الله، لكن عليك أن تقوم بالأسباب عزيزي المستمع. ومن هذه الأسباب هو التمارين الذهنية التي تجعلك متوافق مع الأهداف التي تريد، وبالتالي فإنه يسهل طاقيا جذبها إليك. لذلك عزيزي المستمع، حاول أن تركز على هذه التمارين بيقين تام، وبأن الله سبحانه عز وجل هو الذي يرزق كل إنسان. لكن قلنا مرارا أن الله عز وجل يسخر لك الكون بأكمله من أجل خدمتك عزيزي المستمع. لذلك عليك ألا تتردد في القيام بهذه التمارين، لأنها لا تتنافى أصلا وإطلاقا مع أن كل شيء بإذن الله جل جلاله. ما يحدث طبعا طاقيا هو أنك تتوافق مع الأهداف، وبالتالي تكون في أماكن ومع أشخاص ومع أحداث ومواقف تجعلك تحصل على ما تريد بسهولة، لكن قلنا دائما مع السعي طبعا. لكن قانون الجذب يساعدك بقوة، لأنه يعمل لصالحك طبعا بإذن الله. في هذا التمرين الخاص بالوفرة المالية، ما تحتاج عزيزي المستمع هو أن تستخدم عقلك الباطن في جذب الثراء بإذن الله. عليك أن تتخيل كأنك تملك مبلغا من المال بشكل يومي، مثلا $1000، وحاول أن تصرف هذه الأموال بشكل يومي دون أن تجعل أي مبلغ في الادخار. مثلا أنا اشتريت هذا المنتوج وهذا، وأعطيت صدقة لفلان وهكذا. بمعنى حاول ذهنيا أن تصرف هذه الأموال بشكل منطقي، ومن الأشياء التي تريدها طبعا في حياتك. هذا التمرين يستعمل بشكل يومي طبعا، خاصة قبيل نومك بقليل، طبعا بعد قراءة أوراقك اليومية. عقلك الباطن يفهم أنك تحتاج لمزيد من المال لأنك تنفقه بسخاء، وبالتالي سوف تشاهد بعينيك عجائب قانون الجذب. بإذن الله سوف تحدث معك أمور لا يتخيلها عقل. جذب أشخاص وأحداث ووقائع تساعدك على ما تريد. إذا كان استعمال هذا التمرين مرتبط بالمشاعر، يكون ذلك أقوى في الجذب والتجلي بإذن الله. فقط جرب وسوف تلاحظ عجائب هذا القانون الرائع. يوسف حسن، في أمان الله.